بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباعا فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. أنت يا سقدو الراجل ما يصلحش وما يسهلكش. لا لا ما فهمتينيش، أني خايفة. ما نعرفوش، انا مدابيا نتعرف به.
كلشي مبروك يا حسين. هيا قري اقلوا لي كي مثل الحال ما بحال غير انتم نسيتوا روحكم. هيا يلا روح روح روح. نظري يا بنات العريس داخل.